كنتواجدوا دابا بزنقة سعود حي سمارة اللي نهار فيها واحد المنزل اللي كيتكون كيف كتشوفوا راه من عدة طوابق واللي مشى ضحية ديالو سيدة والزوج ديالها وسيد آخر. ناهيكم على ما تم إنقاذهم بهذا الانهيار رجاء نتيجة دور الآيلة للسقوط اللي نهار هذا المنزل بسبب هذه الأمطار ديال الخير اللي نزلات واللي هي كانت هي من ضمن الأشياء اللي هي ساهمت في سقوط هذه البناية. كنوجه السؤال من المسؤول على هذه المنازل الآيلة للسقوط في ظل أن مقاطعة تمر السلطان ولا العمالة ولا قاموا بجرد لهذه المنازل الآيلة للسقوط؟ وبكل صراحة كان هذاك الإطار كتسعى ليه الدولة من أجل استفادة هاد الساكنة اللي كتتواجد في هذه المنازل الآيلة للسقوط، إلا أننا ملي كنوقفوا أمام هذا الوضع هذا اللي كيمشيو ضحية ديالو وناس أبرياء لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، هنا كنطرحوا السؤال من المسؤول؟ أنا تزاديت في هذه الدار وكبرت فيها، هي الدار فيها السكان يعني عندنا شي 7 ديال السكان تقريبا، فيها الفران التحت، فيها البريمير ايطاج والدوزيام ايطاج، فيها السكان كل واحد بوليداتو. مهم تتفاجأت أن قالوا طاحت، هي في الحقيقة الدار كانت هي أيلة السقوط، لأن احنا حطينا ديجا شكاية في الجامعة ودكشي على أن الدار، وخرج الخبير وقالوا على أن الدار أيلة السقوط ودكشي، وكانوا خرجوا أنهم يداروا لها السواري ودكشي، ولكن مول الدار دبر توفى الله رحمه اللي كان مول الدار ديالهم ودكشي، ما دار لا سواري لا شي حاجة، وبقات هكاك مني مالين الدار ما مساكن ما عندهمش فين يمشيو صراحه، يعني كل واحد الله يحسن العوان يعني ما عندهمش فين يمشيو، دونك بقاو في الدار. توفى واحد السيد لتحت وتوفوا جوج ديال الناس وحدين اخرين توفوا ثلاثه ديال الناس. انا كمواطنه هو كان يدار حل قبل ما يوقع توقع يعني هاد الكارثه هادي، يعني مني كان تحط الملف كان يتدرس على الاقل الملف يخرج خبير يشوف يعني يدار حل على الاقل يجلسوا مع الجيران فهمتي يعني يخرجوا بحل، ماشي حتى توقع الكارثه عاد انسان ينوض عادي يقلب شنو غادي يدار شنو. احنا البارح كنا تفرجنا في الماتش هنا في القوه ما كان حتى شي حاجه، ودابا في الصباح صبحنا قالوا لنا الناس راه طاح الدار ما طاح، جينا نشوفوها حتى حنايا نقول واحد السيد هنا كيتقدى عنا حتى هو الله يرحمه. منين شفنا هاد الشيء هذا تصدمنا من هاد الشيء هذا اللي سمعنا، والسيد الله عمره دار دريويش وليداتو حتى هو الله عمره دار، ويوميا كندوز انا من هنا والفران هنايا راه الناس كيجيو كيجيبوا الخبز كيجيبوا الحوت كيطوبوا كيطيبوا الخبز هنا كيجيو يدوا عندهم الناس الخبز، ما عمر بنا نمشي ننتظر بحال هاد هادشي اللي وقع اليوم.